اتهمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اتهمت الميليشيا الحوثية الإرهابية بتحشيد عسكري كبير في المدينة الساحلية عبر البحر الأحمر غربي اليمن. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في بيان مساء الثلاثاء، قالت إنها لاحظت بقلق بالغ التواجد العسكري الكبير في مدينة الحديدة خلال الأيام الماضية. وشددت البعثة في بيان على تويتر على وجوب أن تبقى الحديدة خالية من المظاهر العسكرية كما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. البعثة حثت قيادة الميليشيا على احترام بنود اتفاق الحديدة والامتناع عن الأعمال التي قد تسهم في التصعيد، وذلك لصالح جميع اليمنيين. وينص اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ توقيعه نهاية العام 2018 على إخلاء مدينة الحديدة من المظاهر المسلحة وتسليم أمنها لقوات الأمن المحلية، إضافة إلى إعادة انتشار للقوات من أطرافها إلى مسافات معينة. معنا رئيس تحرير موقع مأرب بريس سيد أحمد عائض، أهلا وسهلا بك. لأول مرة كما نرى يرد اسم الحوثيين في بيان إدانة أممية، ما مدلول هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها إذ يتم ذكر اسم الحوثيين في بيان إدانة للأمم المتحدة؟ مرحبا بكم وبكل المستمعين الكرام. بداية تعتبر الأمم المتحدة هي الحاضنة القانونية إنجاز التعبير للميليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية، فهي التي تخفي الوجه القبيح المتمثل في إجرامها وانتهاكاتها بحق اليمنيين وبحق الإنسانية بشكل عام في محافظة الحديدة. عمليات التحشيد الكبيرة التي ربما نسمع خلال الأيام القادمة بعرض عسكري كبير للميليشيات الحوثية، حيث تم استخدام كل المشاركين في المحافظات الأخرى حتى طلاب المدارس تم إمثالهم. الأمم المتحدة تنظر على أن هذا تصعيد كبير ربما يقابل بتصعيد من طرف آخر ربما ينسف البعثة الأممية المتواجدة بمحافظة الحديدة، وهذا معناها أن مصالحهم والأموال التي يتقاضوهم وموقفهم الاسترزاقي إنجاز التعبير بهذه البقعة الجغرافية من الجمهورية اليمنية ستذهب سدى. ولذلك هو عبارة عن نصيحة قدمتها بيان الأمم المتحدة بعدم التصعيد من اجل حتى لا تقابل بتصعيد اخر. هم كانهم يوجهون في مضمون سياق حديثهم النصيحه القانونيه للميليشيات الحوثيه يعني، وليس ادانه يعني انجاز التعبير. فاخر فقره من البيان تتحدث بنصائح تقدم للميليشيات الحوثيه. نعم، اذا هي ليست ادانه ولكنها نصيحه وفقا لتعبيرك. هل ستغير هذه النصيحه شيء من اتفاق ستوكهولم الذي يرفض الحوثيون تنفيذه منذ توقيعه وحتى الآن؟ لن تقابل بأي استجابة. الحوثيون يسعون لأن يقدموا لأنصارهم في كل مناطق سيطرتهم يعني صورة جديدة للاستعدادات العسكرية لرفع معنويات مقاتليهم والمتواجدين في مناطق سيطرتهم، عندما الآن يحشدون طلاب المدارس للمشاركة في مثل هذا العرض وتقديم للناس والعامة من المواطنين على أن هؤلاء دفعات جديدة يعني تم تخرجهم يعني إلى آخره. فالقضية هي عبارة عن حرب نفسية تمارس ضد خصومها وحرب نفسية معنوية مع أنصارها. نعم، إذن هل هناك أي إجراءات أممية لاحقة ضد الميليشيا الحوثية برأيك؟ لن تقدم الأمم المتحدة على أي إدانة يعني حقيقية ضد هذه الميليشيات الحوثية، وهذا ما لمسناه وما جربناه طيلة السنوات السبع الماضية. كانت الأمم المتحدة هي الأمة الحنون. نعم. الميليشيات الحوثية في كل مناطق النزاع. نعم. في الجمهورية اليمنية. يعني لا تتوقع بأن هناك إجراءات أممية لاحقة ضد الميليشيا الحوثية؟ سيد أحمد عائض رئيس تحرير موقع مأرب بريس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.